في الفيديو اللي فات من سلسلة التداول الإلكتروني عبر الإنترنت شرحت يعني إيه FTT، وقلت لكم في الفيديو الجاي هنشرح يعني إيه الاستراتيجيز بتاعة التداول الإلكتروني. فأنا لو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هتظهر لك على الشاشة، تقدر تدوس على اللينك وتروح تشوفها. أنا بقول كفاية رغي، يلا بينا نخش في المفيد. السلام عليكم، ازيك شباب؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ميجو، ده ميجو في بلاتفورم تك في البيت. دي اول مره ازور فيها القناه بتاعتي، اهلا وسهلا بيك. اسم العبد لله ماجد، بيقولوا لي ميجو، عشان كده اسم القناه بتاعتي ذا ميجو فات، مني اونلاين كوتش ورميتك في البيت عشان بتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين دلوقتي. هدفي من القناه دي ان اساعدك باي حاجه اتعلمتها بتعلمها او هتعلمها، بيكون من خلال التمارين اللي انا بلعبها في البيت. انت شخص ما عندكش وقت تروح الجيم، 2 وصفات الدايت التحفه اللي هتخلي الدايت بالنسبه لك اسلوب حياه، 3 حاجه الديلي فلوجز اللي بصورها لكم، سواء فلوجز بره البيت او اكل يوم كامل جوه البيت، اعمل ريفيو لافلام مارفل او دي سي او اي حدث اللي حوالين العالم. فلو بتحب اي حاجه من الكلام ده ما تنساش تنزل تحت الفيديو تشترك في القناه، واهم من الاشتراك في القناه انك تفعل جرس التنبيه. ده ببساطه عشان يجيلك اشعار اول ما انزل لك فيديو، بالتالي تقدر تشوف. زي ما قلت لكم في الانترو بتاعت الفيديو ده، انا هتكلم عن الاستراتيجيز او استراتيجيات التداول الالكتروني. وظيفه اي من الاستراتيجيات اللي انا هقولها لك ديت هي تقلل نسبه الخساره عندك وتعلي الربح بقدر المستطاع. ده 3 استراتيجيات اساسيين، اقول لك ايه هما وهنشرح واحد بالتفصيل. اول واحد الجابانيز ترند، تاني واحد الماك دي برو، تالت واحد التريبل او. ايه يا عم الكلام المجعلص ده؟ واحده واحده بقى كده، ايه وسنجفنا زي ما بتعمل. طيب عرني انتباهك، الترند اللي هتكلم عنه بالتفصيل هو اول نوع واكثر نوع شيوعا، وهو جابانيز ترند. جابانيز يعني ياباني، ترند يعني اتجاه، الاتجاه الياباني. طبعا الترند ده اتسمى نسبه لواحد اسمه هايكناشي. كده الاسم الثاني للجابانيز ترند هو هايكناشي ترند انديكيتور، مؤشر هايكناشي. ودي بتبقى عباره عن مؤشرات عامله زي الشموع، كاندل ستيكس اللي اكيد انتوا شفتوها قبل كده، بس دي بتبقى مختلفه عنها حاجه بسيطه جدا. الكاندل ستيكس بتبقى عباره عن مستطيل في اوله شرطه وفي اخره شرطه، دي وظيفتها ان هي تقول لك الماكسيمم برايس والمينيمم برايس، السعر الاعلى والسعر الادنى. على عكس بقى هايكناشي ترند اللي هو اتجاه هايكناشي، وده من الاخر معمول لك عشان يسهل تحديد اتجاه الترند، يعني يقول لك الحاجه ديت مكمله في الطالع ولا مكمله في النازل، هيقول لك برضو امتى الترند ده يبتدي يتغير، اذا كان من النازل للطالع او من الطالع للنازل. هايكناشي ترند بيختلف عن الكاندل ستيكس اللي انا قلت لكم عليها من شويه، بيختلف عنها في الشكل، وده بيكون عن طريق ان الشمعه ذات نفسها فوقيها خط او تحتيها خط مش في النص، بلس ان الكاندل نفسها او الشمعه نفسها بتبقى طويله، فلو لون الشمعه بتاعتك اخضر والخط بتاعها لفوق يبقى فيه اب ترند، الترند بتاعك في الطالع. ولو عندك الشمعه بتاعتك من فوق ولونها احمر والخط بتاعها لتحت، يبقى ده معناه ان الترند بتاعك هيبقى في النازل. طب لو عندك الكاندل بقى في النص ونفس الحجم بتاعت الجابانيز ستيكس، اللي هي خط من فوق وخط من تحت والحجم بتاعها صغير كمان، لونها اخضر شبه الجابانيز كاندل ستيكس، ده بيقول لك ان خلي بالك الترند بتاعك هيبتدي يتغير وهيبتدي ينزل لتحت. انما لو هو نفس الشكل ولكن لونه احمر، معناه ان الترند بتاعك هيبتدي يطلع لفوق. خلي بالكوا يا شباب ان التكنيك ده بيفضل ان انت تستخدمه من 5 دقايق ل 30 دقيقه تايم فريم، برضه ما تفتكرش ان هو 100% اكيوريت او دقيق، احيانا بيبقى فيه لاج او سنه تاخير، وافتكر دايما ان هو مجرد مؤشر عشان يقلل الخساره ويزود عندك الربح. خلاص كده تمام. طب تعالى اقول لكم ازاي بقى نبتدي نستخدمه. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، اول حاجه بتحددها هو الاسيت، الحاجه اللي انت هتعمل عليها تداول الكتروني، سواء بقى كريبتو كرنسي، عملات رقميه، سلعه والى اخره. ثاني حاجه بتختار النوع بتاع الاستراتيجي، الجابانيز كاندل ستيكس، الشموع الحمراء والخضراء. في الحاله بتاعتنا طبعا احنا هنختار الهايكناشي. ثالث حاجه مهمه جدا اسمها الار RSI، ودي اختصار Relative Strength Index. كل اللي عايزك تعرفه من RSI هو بيبقى عبارة عن اهتزازات، التداول بتاعك زاد عنها بتاخد أكشن ولو قل عنها بتاخد أكشن، وده اللي هشرحه لكم بالتفصيل في الحتة الجاية. نقطة رقم 4 وهي ان انت بتختار الكمية اللي انت عايز تعمل بيها تداول. زي ما قلت لكم مش اول ما تشرح تنطح، لازم تبتدي بحاجة صغيرة، وكده كده اصلا بيبقى عندك ديمو اكاونت تجرب فيه زي ما انت عايز من غير ما تدفع فلوس. وبعدين بتختار الديوريشن او الاكسبيريشن بتاع البروسيس اللي انت هتعملها، والفتره دي بتكون ضعف التايم فريم اللي انت اخترته في الاول. وزي ما قلت لكم بيفضل ان انت تستخدم الاستراتيجي ديت من 5 دقايق ل 30 دقيقه، فاضرب الوقت ده في 2. ملحوظة مهمة جدا وهتفرق معاك، التكنيك ده اسمه جابانيز ترند، الاتجاه الياباني، يعني مش المفروض تستخدمه لو انت شايف الدنيا طالعة نازلة، لازم يبقى فيه ترند، اتجاه في الطالع او اتجاه في النازل، وده هيساعدك جامد. ورقم 5 والاخير ده اللي هيجي فيها دور الـ RSI Relative Strength Index، ركز معايا بقى عشان ديت النقطة الفيصلية. عندنا الثريشولد او النقطة اللي انت هتبتدي تاخد عليها قرار هو الـ RSI بـ 50. لو لقيت الترند بتاعك جاي من تحت وطلع فوق الـ 50 بتاع الـ RSI، يبقى الترند بتاعك ده هيفضل مكمل في الطالع، وده اسمه up trend، الترند اللي طالع لفوق او الاتجاه اللي طالع لفوق. عكس بتاعه هو الداون ترند، كل ما بتلاقي الـ RSI بدأ يلمس في الـ 50 من عالي لواطي،
ده معناه ان الترند بتاعك ده بيبتدي ينزل. عارف ان الكلام يبان مغلط بس دوني الكلام سهل جدا. تعالوا نراجع اللي انا قلته ببساطه شديده. النوع اللي انا اتكلمت عنه اسمه الجابانيز ترند او هايكوناشي ترند انديكيتور. وظيفته ببساطه ان هو يسهل عليك تحديد الترند اذا كان في الطالع ولا في النازل، وامتى الترند ده هيبتدي يتغير سواء من النازل للطالع او من الطالع للنازل. ده بيكون عن طريق الاشكال اللي انا شرحتها لكم. ازاي تقدر تستخدمه؟ عن طريق ان انت بتحدد نوع الاسيت اللي انت هتعمل بيها تريدنج، تختار الطريقه بتاعت الاستراتيجي اللي هي الهايكوناشي، تحدد الار اس اي الكميه اللي انت هتعمل بيها تداول قد ايه، والفتره الزمنيه قد ايه. كل فتره زمنيه دي بتبقى ضعف التايم فريم اللي انت اخترته في الاول. خمسه، بتشوف الار اس اي ده جاي من تحت وطالع ولمس في ال50 يبقى الترند ده طالع، ولا جاي من الطالع ولمس في ال50 ونازل الترند ده في النازل. وبس، ده ببساطه الجابانيز ترند او الهايكوناشي ترند انديكيتور. اتمنى من الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. تشتري ملابس رياضيه في كود الخصم ماجد 10. اي منتج من منتجات بيور جانيك ممكن تستخدم ميجو 5 تاخد خصم 5%. واخيرا اللي عايز يتابع معايا اونلاين يبعت لي رساله على الواتساب نمبر لازم اقولكوا في اول كومنت. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. Peace.